طيب هنروح ل رياضه جديده. انا بس عايز ايه، ما احبش اقول الخبر كده من غير ما اشرح لكم ايه القصه. في رياضه جديده موطنها جنوب شرق اسيا، الرياضه دي اسمها مواي تاي، اللعبه قتاليه زي ما حضراتكم شايفين، واخده شويه من البوكس على شويه من الكاراتيه، يعني هي لعبه قتاليه ولكن بتشهد انتشار عنيف في جنوب شرق اسيا وكل دول العالم. منتخبنا الوطني الاول للمواي تاي وهي رياضه جديده للدفاع عن النفس، حقق المركز الثاني في بطوله افريقيا اللي اتلعبت على مجمع صد باستاد القاهره الدولي في الفتره من 11 ل 16 نوفمبر اللي احنا فيه. منتخبنا حقق البطوله ب 20 ميداليه وجم 6 ذهب 9 فضه 5 برونز، وفضلت المنافسه معلقه بيننا وبين المغرب لحد اخر وزن من موازين الالعاب. البطوله دي مؤهله لدوره الالعاب العالميه واللي هتتلعب في امريكا السنه الجايه باذن الله. منتخب السودان حقق المركز الثالث ايضا، ومن بعده منتخب موريشيوس وجه في المركز الرابع، اما المركز الخامس فكان من نصيب اشقائنا في ليبيا. كاميرا الابطال كانت موجوده في البطوله وعملنا التقييد، اتفرج عليها وهرجع لحضراتكم تاني. البطوله تنظيمها كويس ما شاء الله، يعني التنظيم كويس جدا، وبيشرفنا طبعا هنا في مصر وفي استاد القاهره الدولي كذا منتخب، منتخب السودان ومنتخب ليبيا وتونس والمغرب وكذا منتخب، يعني هم ضيوف عندنا في مصر هنا، وانا سعيد جدا ان البطوله دي اتعملت على ارض مصريه. هي البطوله حلوه بس فيها مخاطر، هي ممكن اتاذي او اتكسر، ودي حاجه عاديه خالص. لقينا يعني ترحيب حار من عند اخوتنا المصريين، يعني كما راكم تشوفوا كاين حتى اللي في الجمهور حتى شجعنا احنا، يعني كاين ناس مشجعين مصريين شجعوني يعني في النزال تاعي. اول مره لي اشارك في بطوله وكذا، بذات حاجه كونتيننشال، فتنظيم كويسه جدا، ممتازه جدا، وكانت بالنسبه لنا والفريق السودان كانت حاجه جيده انها تكون بالذات في مصر، لانه مصر بالنسبه لنا اصلا يعني بلد بنحبها شديد وقريبه ونقدر نصلها ودائما بيرحبونا شديد، فنحن مبسوطين جدا بالبطوله، كانت خبره كويسه لنا، ولحد الان احنا ما شاء الله يعني استفدنا كثير ومواصلين الحمد لله. اولا البطوله زي ما انتم شايفين حضرتك البطوله الافريقيه الثانيه بتنظمها على ارض مصر، من حيث التنظيم ولا كانها بطوله عالم بالظبط، بيشارك في البطوله معظم الدول الافريقيه، نيجيريا، السنغال، الجزائر، تونس، المغرب، كذا دوله. كويس جدا التنظيم، كويس جدا البطوله، كويسه بس، وكمان الناس اللي فيها كويسين جدا، وكل واحد يعني اللي بيلعب تبقى حاجه يعني كويسه بالنسبه لي الصراحه. وانا بصراحه يعني بتشرف كابتن وليد زكريا وحماده كابتن بتاعي، وبرده كابتن اسلام في المنتخب مواي تاي المنتخب المصري في المركز الاولمبي. بطوله كويسه جدا وعلى مستوى عالي، والدول المشاركه في البطوله برده الدول المشاركه بلعيبه على مستوى عالي، والله يعني كان التمرين كان فيه صعوبات ما بيننا كتير في المعسكر المغلق اللي كان في المركز الاولمبي، كان ما بيننا كتير في التمرين صعوبات وده الطبيعي. المدرب بتاعنا كابتن اسلام نجيب هو مدرب منتخب مصر للمواي تاي، والحمد لله يعني قدرنا ان احنا نحقق مركز اول وبمستوى عالي، يعني الحمد لله. البطوله دي طبعا من اجمل البطولات اللي انا شاركت فيها، وقبل البطوله دي عملنا معسكر كان مغلق، والمعسكر ده كابتن اسلام نجيب كان هو اللي بيمرنا فيه طبعا، والمعسكر فيه قدرنا نعمل اعداد بدني ومهاري وخططي ونفسي، والحمد لله كنت بلعب خصم من المغرب بفضل الله تفوقت عليه وحصلت على المركز الاول بفضل الله.